قال معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إن الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حافظت على المكانة الاستراتيجية والدبلوماسية الراسخة لمملكة البحرين في المنطقة من خلال المواقف التاريخية الفاصلة والثابتة إزاء قضايا الأمتين العربية والإسلامية مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. أشار معالي رئيس مجلس الشورى أن كلمة جلالة الملك المفدى إبان لقائه كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والتي أكد جلالته من خلالها اعتماد الاستقرار والتضامن الخليجي في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأن البحرين معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة. إنما ينم عن أبعاد عمق العلاقات الأخوية والدبلوماسية مع الشقيقة المملكة العربية السعودية. ونوه معاليه بالمكانة الكبيرة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا لدى الشعب البحريني والدور الرائد للمملكة الشقيقة في مختلف المواقف العربية والإسلامية من خلال المبادرات التي تسمو نحو تحقيق تطلعات دول المنطقة وشعوبها وتسعى لحفظ أمنها واستقرارها وازدهارها. وأضاف معاليه إلى أن كلمة جلالة الملك المفدى تعبر عن مشاعر المواطنين كافة نحو المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين.